اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. الفقره دي هنتكلم فيها عن القطاع المصرفي، يعني ده كده حصاد لعام في هذا القطاع. طبعا شفنا عدد من التقارير الدوليه اللي صدرت مؤخرا، ويمكن اخرها اللي اعلناه على حضراتكم امبارح اللي اصدرته مجله الايكونومست البريطانيه، وكان في ارقام ايجابيه فيما يخص سوق الصرف واحتياطي البنك المركزي المصري من العمله الصعبه. ملفات كتير هنتكلم فيها مع ضيفنا وضيفكم النهارده الاستاذ عمرو طنطاوي العضو المنتدب لبنك مصر ايران. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كل سنه حضرتك طيب. كل سنه حضرتك طيب ومصر كلها بخير ان شاء الله. قبل ما ندخل في التقييم للقطاع المصرفي، طبعا حضرتك تابعت موضوع البنك المركزي وشركه ضمان المخاطر ودعمها يعني دعم موضوع ال 2 مليار كضمان للضمانات بالظبط. فالنهارده لما بنتكلم احنا اشرنا اليه اتكلمنا عليه، ولكن لما تيجي برضو توضيح من مصرفي مخضرم زي حضرتك ده ممكن يلقي الضوء هيساهم ازاي في تفعيل مبادره ال 200 مليار لتفعيل المشروعات الصغيره والمتوسطه. طبعا هي الحقيقه فكره المبادره هي فكره يعني واكبت يعني او كانت تجهيز لمرحله تحرير سعر الصرف، طبعا لانه انعكاس تحرير سعر الصرف اللي هو كان اجراء واجب الاتخاذ يعني انه عشان يصلح المنظومه الاقتصاديه في البلاد، ده طبعا كان بيعقبه تاثر على التضخم وعلى ارتفاع الاسعار وبالتالي ارتفاع اسعار الفايده. ومع ارتفاع اسعار الفايده طبعا ده بيبقى اتجاه مضاد للتنميه والمشروعات، لأن بتبقى الفايدة عبء على أي مشروعات تنموية. وهنا كانت فكرة أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد يعني تغيير معالمها شوية وتوسيع المفهوم بتاعها اللي هي المظلة اللي بيخش تحتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هي كبرت السايز بتاع حجم المشروعات بحيث أنه النهاردة بقى السايز اللي هو الحجم اللي هو مثلا اللي بيبيع ب 50 مليون جنيه ده بقى يعتبر مشروع صغير، اللي بيبيع لحد 200 مليون جنيه في السنه ده بقى مشروع متوسط. وبالتالي بياخد سعر فايده مدعم من البنك المركزي، فده بيقدر يخدمه ان هو يزود نشاطه ويتواجد بقوه في السوق، ويقدر يبقى عنده نوع عنصر منافسه كويس بحيث انه يقدر يعني يتجنب الجزء اللي حصل نتيجة ارتفاع أسعار الفايدة اللي حصل. المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني طبعا بيبقى فيها شيء من المخاطرة شوية، لأنه كتير من اللي بيخشوا أو يقدموا عليها بيبقى لسه في بعضهم لسه الـ يعني العناصر اللي هي بتؤهل الجدارة الائتمانية المنح الائتمان، أحيانا بيبقى فيه المشروعات لسه بتبتدي المخاطر بتاعتها بتبقى عالية، وإحنا كل شغل الجهاز المصرفي كله بيشتغل في المخاطر. فعملية المبادرة بتاع البنك المركزي أو قرار البنك المركزي إن هو النهاردة بيضمن في حدود الـ 2 مليار من لشركة ضمان مخاطر الائتمان، وبالتالي بالتبعية شركة ضمان مخاطر الائتمان هي بتقوم بتقديم ضمانات للبنوك في حالة إذا ما كان الحالة الائتمانية يعني ينقصها بعض الضمانات، فبتقوم بالدور ده شركة ضمان مخاطر الائتمان بحيث إنها بتضمن زي التأمين، يعني بتضمن عدم سداد المقترض. طبعا الكلام ده برضو يعني هو مش ضمان مطلق، ويعني أقصد يعني لازم يبقى فيه دراسات، يعني البنك بيقوم بدوره في الدراسات، ثم بعد كده القرار الائتماني اللي بيصدر من البنك بمنح عميل ما مقابل جزء من الضمانات اللي فيه بيبقى ضمانة مخاطر الائتمان، فالكيس نفسها بتروح شركة ضمان مخاطر الائتمان وهي كمان بتدرس مع الدراسة. بس ده بيطمن البنك إلى حد كبير طبعًا، يعني لما طبعًا يجي يدي ائتمان يجي يسلف حد فلوس بالظبط، فهيبقى مطمن إن هو يعني لا قدر الله إن ما تمش السداد على الأقل فلوس العملاء بتوعه اللي هو أقرض منها هترجع له بالظبط كده. وده اللي بيخلي هيدي نوع من الفاعلية والتنشيط لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنه النهارده أنت ما كنت بتقابل مشروعات بتفتقد لبعض الضمانات ما بتقدرش
يعني تتواصل معاها للآخر فكنت بتعتذر. النهاردة بقى عندك نوع من الضمان بيقدر يغطي لك الجزء اللي انت يعني اللي بتبقى فيه شايف فيه نسبة مخاطرة ما فيفعل المبادرة بتاعت المتين يزود مليار. الفوليوم ويزود الحجم وبالتالي السوق بتاعها يتسق. عندك رقم تم استغلال قد ايه من 200 مليار لغاية دلوقتي من ساعة لما تفعلت المبادرة؟ يعني انا اخر معلوماتي انه حوالي 30 مليار تقريبا من 200 مليار تقريبا، وهي المفروض 200 مليار على 4 سنين بالظبط. يعني انت بتتكلم 50 مليار في السنة يعني احنا استهلكنا 30 مليار بالظبط. وده احنا طبعا دي از ستارت يعني، فطبعا يعني المتوقع انه التوجه الجهاز المصرفي غالبيته يعني في الفترة اللي جاية هو هيروح لل، وبخطوة زي دي يشجع بالظبط، دي هتدي طبعا بريفليج اكبر للمشروعات صغيرة ومتوسطة. لما تيجي تبص على القطاع خلال عام 2017 تقدر تقول اهم انجازات هذا القطاع في عام 2017 ايه؟ هو في طبعا مجموعة من الإنجازات، إنما كان الإنجاز الرئيسي أو البارز جدا في يعني اللي هو يعني أثره بدأ في 2017 هو كان قرار تحرير سعر الصرف اللي كان حصل في نوفمبر 2016 لأنه الحقيقة كان في حالة ارتباك في الأسواق قبل تحرير سعر الصرف. يعني حضرتك أنت النهاردة بلد بتعتمد على أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي الـ FDI أو الاستثمار الأجنبي المباشر. الاستثمار الأجنبي المباشر كان بيجد صعوبة في الفترة السابقة لتحرير سعر الصرف إنه يتواجد في السوق المصري، على الرغم إن في بعض المغريات وبعض الـ العناصر الجاذبة، إلا إنه عملية وجود سعرين في السوق كانت بتبقى نقطة منفرة أو طاردة للاستثمار، لأن هو بطبيعة الحال المستثمر جاي يستثمر عشان يحقق أرباح ويحقق عائد على استثماراته، فالطبيعي أن أنا جاي عشان أجيب استثمارات خارجية من بره وأنا داخل السوق المصري في أول دخلة ليا بجد أن أنا بخش أحول النقد الأجنبي اللي أنا جاي أستثمره في مصر بسعر ما اللي هو كان السعر المعلن البنك المركزي وقتها اللي مثلا 88. السوق الموازية الأسعار فيها كانت بتتراوح بقى 12-13، يعني في حوالي بنتكلم في حوالي 30-40% ممكن يبقى خسرانها المستثمر هو من أول دخل. من أول دخل. فدي طبعا بلس يعني أو بالإضافة لده إنه طيب هو النهاردة طب الديفيدنس أو العوائد بتاعت استثماراته لما هيجي يستردها هيعرف يستردها إزاي ويخرجها إزاي؟ في قيود، يعني القيود دي كانت ما يعني بتخلي المستثمر متردد مرة وعشرة وألف إنه هو يخش السوق المصري. أما حصل تحرير سعر الصرف طبعا ده خلى خلاص النهاردة يعني احنا على مدى عام 2017 لو بصينا نشوف السوق الموازية فين هنلاقيها تقريبا مش موجودة خلاص. النهاردة الناس بدأت تتعامل من خلال الجهاز المصرفي، الأسعار اللي هي بتحصل عليها في تنازلاتها في إلى آخره الأسعار هي أسعار السوق، فما بقاش في مجال لسوق موازية أخرى، وبالتالي ادت دي استقرار وادت نوع من الامان للمستثمر اللي داخل يعني عملت عملية انضباط للسوق بلا رجعة من ناحية السوق السوداء ما اعتقدش، لانه الـ 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 الخطة اللي اتعملت للاصلاح يعني حطت في اعتبارها كل العناصر اللي هي ممكن يعني ترجع السوق الموازية، وبالتالي ما يعني النهاردة أبسط حاجة هي يعني الآلية عرض وطلب كويس، فاللي كان بيخلي فيه سوق موازية إن الطلب أكتر من العرض. النهاردة وده بينعكس عندنا في الجهاز المصرفي في الكيو أو الطوابير بتاع طلبات العملاء اللي هي عندها طلبات استيرادية ومش قادرين ندبر لها العملة اللازمة، وبالتالي بتضطر تلجأ أو اللي عايز يحول مكاسبه للخارج مش لاقي فبيرجع للسوق الموازي. النهاردة ما بقاش في قوائم انتظار في البنوك يعني ده أبسط رد على إنه هل هترجع أو ما ترجعش. لا ما هترجع ليه لو ما فيش قوائم انتظار؟ طب أنا هروح له ليه؟ فيعني أنا بتصور إنه يعني وبعدين يعني حضرتك طبعا إحنا النهاردة نبص للتحرك بتاع الاحتياطي بتاع النقدي لدى البنك المركزي
يعني احنا بدأنا نتحرك من من ليفل 14 15 مليار الى ان وصلنا النهارده الى ان احنا تجاوزنا 37 مليار اللي هو ما حصلش قبل كده. اللي هو ما حصلش قبل كده. ممكن ناس تقول لك طيب ما هو الاحتياطي ده في جزء قروض كويس، مش عيب ان يبقى في قروض. القروض دي هتدفع يعني انا دايما الناس اللي يعني بتاخد الجوانب السلبيه شويه وتبص لها وتعمل فوكس عليها، انا عايز اقول ان النهارده الاقتراض والاقراض ده اداه يعني بديهيه في الاسواق الاقتصاديه. يعني حتى احنا شغل البنوك النهارده، يعني وانا البنك شغلتي ايه؟ انا شغلتي اقراض. يعني حضرتك داخل تعمل مشروع ما، مصنع ما الى اخره، بتبدا بجزء من اموالك وجزء بتقترضه من البنوك. الجزء اللي بتقترضه من البنوك ده بتبدا في بدايه حياه المشروع، تبتدي المشروع بتاعك ينتج، بعد ما ينتج ويبقى عندك دخل وعائد منه تبتدي يحصل سداد لهذه القروض الى ان تنتهي فتره الاستثمار دي كلها، وتنتهي في النهايه ان المشروع اصبح ملك خالص للاونرز بتوعه او المساهمين بتوعه الاصليين، والقروض كلها اتسددت. يعني خطوره الاقتراض ان انت تقترض وانت ما انت عندكش رؤيه، او انت شايف انت او تصرفه زي ما كان بيتصرف زمان، او هتصرفه في حاجات في غير محلها كويس. انما النهارده انت كل الحاجات اللي يعني انت النهارده محتاج كدوله محتاج بنيه اساسيه وبنيه تشريعيه اتعملت، واتعمل قانون استثمار، واتعمل لوائح تنفيذيه اللائحه التنفيذيه. النهارده الانفراستراكشر اللي بيحصل في البلد ده عنصر هام جدا لجذب الاستثمارات. النهارده حتى شبكه الطرق اللي بتتعمل، المدن، فكره مثلا زي العاصمه الاداريه، كل ده انت بتعمل ستريتشنج او يعني توسيع للخنقه اللي موجوده داخل التركز اللي موجود جوه القاهره. دي معوقات استثمار. النهارده عشان حضرتك تتحرك جوه البلد او بتجد صعوبه شديده جدا، فكلها ده دور الدوله اللي بتعمله تمهيد لاستيعاب الاستثمارات المباشره اللي جايه. يبقى حضرتك قلت نمره واحد من الايجابيات يعني خلال العام الماضي تحرير سعر الصرف وما نتج عنه. بالظبط كده. اتنين زياده الاحتياطي النقد الاجنبي طبعا مفيش شك، لان بيدي لك امان. عند فكره بقى مبادره المشروعات الصغيره والمتوسطه، لانه النهارده انت خلقت حضرتك سوق يعني قابل للتمويل باسعار مناسبه، اسعار منافسه، بالتالي يعني قدرت طبعا ده بيستوعب عماله وبيوسع في وده اكبر موظف ضرايب، ويعني بالظبط كده. طبعا انعكاسات برضو تحرير سعر الصرف من ناحيه اخرى، انها خلت عندك السياحه النهارده بقى فيها عنصر جذب في القيمه الماديه نفسها، لان السائح اللي جاي من الخارج النهارده بقت مصر بالنسبه له السعر بالنسبه للعمله بتاعته بقت رخيصه. نفس الوضع في الصادرات المصريه النهارده بقى عندها فرصه منافسه عاليه جدا نتيجه تحرير سعر الصرف. فدي كلها عوامل. بس حتى التقارير الدوليه كان ليها تحفظ في الحته دي، بيقول لك الصادرات ما نامتش بالنسبه اللي كان المفروض تنمو بيها مقارنه ب انخفاض قيمه الجنيه المصري. ده وارد صح طبعا، بس هي الفكره ما هو هي يعني ده احد العناصر الرئيسيه. في عناصر اخرى، احنا يعني احنا في حاجات في البلد هي محتاجه ان احنا نبذل جهد شويه في الانتاج، ونعظم الانتاج بتاعنا، والانتاجيه بتاعه العامل المصري لازم تتحسن عما كانت قبل كده. خلي بال حضرتك ان احنا طالعين برضو من مجموعة ثورات يعني وحالة ارتباك كانت في الشارع المصري السياسي، وبالتالي عملت ارتباك اقتصادي واجتماعي على مستوى البلد. فانت يعني اللي حصل الدمج اللي حصل على مدار 5 6 7 سنين دول يعني ما يتصلحش في يوم وليلة. صحيح. أهم قرارات البنك المركزي في 2017، حضرتك قلت الثلاث أهم أحداث هو تحرير سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقد الأجنبي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. لما تتكلم على قرارات أخرى للبنك المركزي،
يعني عندك مثلا موضوع رفع السقف على الايداع وعلى السحب ده يعني برضو في ده طبعا يعني رفع ده بيدي لك نوع من ان انت بتبتدي النهارده تفك القيود اللي انت كنت مضطر تحطها عشان تقدر تحافظ على النقد الاجنبي اللي موجود عندك وانه يعني ما يسقش استغلاله لان عندك اولويات النهارده حضرتك موارد نقد اجنبي كانت محدوده وعندك التزامات اساسيه واجبه سلع اساسيه ما تقدرش تستغنى عنها قمح وادويه وطاقه يعني كل الحاجات دي اساسيات كان هناك انفاق شديد جدا بيروح في سلع غير اساسيه وسلع كماليه ده بخلاف السفر وبخلال يعني استخدامات اخرى للنقد الاجنبي كانت بتستلزم ان يتحط بمجموعه من القيود في ذلك الوقت. معنى ان انت بترفع من القيود دي وبتبتدي تخفف منها اذا بتدي ثقه في ان انت عندك القدره على ان انت تقدر تلبي الاحتياجات اللي مطلوبه. ايه تاني؟ علامات بارزه في 2017 في القطاع المصرفي. يعني القطاع بص هقول لك حاجه يعني القطاع المصرفي هو ماشي في اتجاهين الحقيقه اتجاه طبعا ان انت بتواجه الازمات اللي هي نتجت عن الاحداث اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي بلس النهارده انه الجهاز المصرفي بيطبق دلوقتي معايير النهارده بتقوي وبتدي صلابه اكثر للجهاز المصرفي يعني زي معايير كفاية رأس المال اللي حطها البنك المركزي للبنوك عشان يضمن ان القاعدة الرأسمالية للبنوك تقدر تغطي كل المخاطر اللي بيواجهها اعمال البنك سواء مخاطر سوق سواء مخاطر ائتمان سواء مخاطر تشغيل كل العناصر دي بقت يعني طالعة من داخل ضوابط طالعة من البنك المركزي وبالتالي بتدي قوة وثقة أكتر في يعني المراكز المالية للبنوك الخاضعة طبعا كلها تحت مظلة الجهاز المصرفي تطوير بيحصل باستمرار في البنية التكنولوجية على المستوى البنوك خدمات اللي هي فيها تطور مستمر الشمول المالي وان انت النهارده فكره ان انت تخش في منظومه الشمول المالي وانت قاعده عريضه جدا من السكان كل يدوب اللي هو بيستخدم منها او بيتعامل منها المعاملات المصرفيه او بتاع لا يتجاوز 10% وده رقم هزيل جدا فكان لابد النهارده ان انت تخش في منظومه الشمول المالي وتوسع القاعده بتاعته وبدات النهارده الأجهزة الحكومية يعني تتحول من الدفع النقدي إلى الدفع بالظبط كده إلى الدفع الإلكتروني النهاردة فأنت كل ده تطوير في بيستلزمه طبعا بنية تكنولوجية عالية الجودة وفي نفس الوقت أنت بتوفر تداول النقد بتوفر المخاطر بتاع تداول النقد والتهريب وتمويل الارهاب والى اخره هذه في حد ذاته موضوع الشمول المالي ده من اهم المبادرات اللي تمت على مدار العام هنتكلم في الفقره اللي جايه عن التقارير الدوليه اللي صدرت وتقييمك ليها هنتكلم على التحديات اللي بتواجه القطاع المصرفي هنتكلم عن استحياء القطاع المصرفي في تمويل بعض من القطاعات الاقتصادية في مصر ولكن بعد الفاصل فخليكم في أسواق وعمال اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية ضفنا وضفكم الاستاذ عمرو طنطاوي العضو المنتدب لبنك مصر ايران وموضوعنا هو القطاع المصرفي عمرو بيه اهلا وسهلا بحضرتك مره تانية خلينا نبدا بالتقرير الدولي عندنا شويه تقارير دوليه صدرت وعندنا تقييمات اتحسنت وعندنا توقعات للاقتصاد المصري خلينا ناخد اخر تقرير اللي هو من الايكونومست امبارح مجله الايكونومست الانجليزيه امبارح وكان في توقعات كده لغايه 2022 وبعدين بيقول لك ان سعر الجنيه مقابل الدولار في 2022 هيوصل 13.80 تقريبا يعني على اي اساس
التوقعات دي؟ وهل تتفق مع هذا التقييم ولا قرايتك ايه للوضع في الفترة اللي جاية، خاصة لما بنتكلم على سعر الصرف؟ بالنسبة لسعر الصرف طبعا احنا زي ما قلنا احنا الخطوات اللي اتخذت في البداية هي اتخذت عشان تقدر تجذب موارد نقد اجنبي. ايوه. والموارد دي اللي هي بنشتغل عليها الرئيسية هي زي ما قلنا الاستثمار الأجنبي والسياحة. احنا يمكن اتكلمنا شوية عن الاستثمار الأجنبي، والاستثمار الأجنبي بدأت الـ يعني الإجراءات اللي اتعملت وقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية بتاعته، يعني الأمور بدأت تتحرك بشكل أكثر إيجابية عن ذي قبل. السياحة كمان فيها حصل تحرك، ولكن مش هو ده المنتظر. يعني احنا طبعا اتعرضنا لأزمات كتيرة في السياحة أو ضربات كتيرة في السياحة، سواء بأفعال خارجية سواء بأحداث بتحصل عندنا. في النهاية دي أثرت على الموارد السياحية بتاعت البلاد. إنما احنا جربنا قبل كده قدراتنا وعندنا أمثلة. يعني احنا جربنا الاستثمار الأجنبي حجمه سنة 2010، وجربنا السياحة، شفنا الدخول اللي كانت بتخش لنا منها ما بين 13 و14 مليار يعني في كل سيكتور من دول. طيب يبقى احنا عندنا القدرة دي، ولكن الظروف اللي اتحطينا فيها هي اللي خلتنا طبعا خرجنا بعيد عن ال، يعني ما كانش عندنا مشكلة نقد أجنبي إلى حد كبير قبل 2010 اللي عايز يحاول، بس ما كان عندناش تحرير، إنما يعني ما كانش في حد بيجد صعوبة صح في الحصول على النقد الأجنبي. ولكن لما تبص على الوضع الحالي، يعني النهاردة أنت بتتكلم على اكتشافات حقول غاز وبدأت في الشغل، وده مصدر من الموارد وهيقلل لك من فاتورتك الاستيرادية. عندك السياحة زي ما حضرتك قلت، عندك قناة السويس والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، عندك المشاريع الجديدة مليون ونص فدان، فعندك حركة تبتدي. هو هنا بقى التقرير اما نيجي نتكلم عليه هنلاقي انه هو خد في الاعتبار السياحة، خد في الاعتبار الاستثمار الاجنبي، حقل ظهر او حقول الغاز المنتظره والنتائج المبشره بتاعتها اللي هي الدراسات اثبتتها، والشركات اللي هي اللي دخلت في التنقيب بتاعتها. طبعا انت قناه السويس، يعني انت عملت التوسعه بتاعت قناه السويس، ولكن صدفك انه حصل كساد في الاقتصاد العالمي. صحيح. كويس. فده كل ده كان نيجاتيف امباكت على القيم نفسها اللي انت. كل ده بيتغير مع الوقت. السياحه النهارده وضع السياحه، حضرتك لو تروح في شرم الشيخ او تروح في الغردقه او تروح في مناطق دي، نسب الاشغال النهارده بدات تتحرك بشكل ملحوظ. الاستثمارات الاجنبيه بدات، الغاز فكل التوقعات المؤسسات الدولية هي في انتظار الموارد اللي داخلة من السورس دي، على اعتبار ان دي هي اللي هتبتدي تضبط لك الميزان، وبالتالي هيبتدي يحصل تحسن في قيمة الجنيه المصري بتاعك. بالتأكيد الصادرات هتتحرك بصورة بس أفضل. لما بتكلم على الجزئية بتاعة 13-80، يعني أنا كنت أتوقع يعني بعد تحرير سعر الصرف، إحنا شفنا دلوقتي إحنا بنتكلم 17.70، وفي ناس كتير مصرفيين كتير بيقولوا ده مبالغ فيه، مش ده السعر الحقيقي، السعر الحقيقي ينزل ل 15 أو أقل. فلما تيجي تقول إن 2022 يبقى 13-80، طب على أي أساس إذا كان عندك كل القطاعات دي وكل المشاريع اللي بتبتدي تشتغل هيبتدي يبقى فيه عوائد كبيره، والطلب على الدولار زي ما احنا شايفين هو الطلب مستقر بالزبط. بدليل ان الشركات الاجنبيه بتروح البنوك وبتحول فلوسها في الخارج، حتى لما حصل تحرك في سعر الدولار كان قروش. فعلى اي اساس بنتكلم الارقام دي مع ان الموارد من العمله الصعبه هتبقى اكتر بكتير، والطلب المفروض ان هو يقل عن ما هو عليه؟
لا هو ما حضرتك ان الكلام ده انت النهارده انت بتتكلم في كام في المية لما تتحرك النهارده من سعر مثلا 18 او ما يقرب من 18 جنيه 17 70 17 60 الى انك تنزل ل 13 80. يعني النهارده العملات كلها في العالم كله التحركات بتاعتها بتتحرك. لحضرتك لما تبص للدولار مع اليورو مع الاسترلينج الاسعار دي كلها بتتحرك في افريج. يعني انت متفق بالتوقع دي؟ انا يعني انا هقول لك يعني انا متفق بانه قد يكون الرقم محتاج دراسات معينه انا مش قدامي، ولكن انما هننزل نزول مؤثر في سعر الدولار على فتره يعني محتاجين لها مثلا يعني ممكن في حدود السنتين. طيب ليه في استحياء من قبل القطاع المصرفي في تمويل بعض من القطاعات، وحضرتك اشرت الى واحد منهم وهو قطاع السياحه مثلا. قطاع السياحه بيشتكي ان البنوك ما بتمولوش، وما بتمول بفايده عاليه. بص هي نفصل النقطتين، نفصل الفايده عن بتقبل تموله ولا لا. الفايده انا محكوم بفايده، سعر فايده، انا محكوم بسعر تكلفه اموال. لا يعني تكلفه اموال، انا شغلتي احافظ على اموال العملاء والودايع بتاعتهم وسلامتها واديهم العائد المناسب اللي هو يتناسب مع السوق. فعشان اعمل ده وانا عندي اعباء اضافيه اوفر هيدز، وعندي بتقيم المخاطر، وعندي مخاطر، وعندي مخصصات بكونها الى اخره، فمحتاج ان انا طبعا مش هقدر اتحكم في سعر الفايده الا في حدود السبريد او الهامش اللي انا بتحرك فيه عن تكلفه اموال. فده جزء. الجزء الثاني بتاعت احجام البنوك عن تمويل المشروعات السياحيه، برضو السياحه فيها شقين. في شق اللي هو الوركينج كابيتال او راس المال العامل بتاع الشركات العامله في مجال السياحه، وده بطبيعته ده بيبقى مرتبط بحركه النشاط اللي عندهم. يعني انا عندي افواج وعندي ناس وعندي 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 محتاج اصرف، فبالتالي هنا هتلاقي فيه البنك مستجيب معاك. انما الجزء ده لو انا عندي الحجوزات ملغيه وما عنديش طلبات وما عنديش، فبالتالي تقلق مش هديلك، لان انا في النهايه بشتغل على جداره وعلى على على كاش فلو وعلى قدره على السداد. الشق الثاني اللي هو المنشات السياحيه. كويس. والمنشات السياحيه يعني هو جرى العرف دايما ان احنا بنمول المنشات السياحيه، بنبدا تمويل وبنضخ التمويلات بتاعتنا في اوقات الركود بتاع السياحه. وده موجود حاليا؟ كويس. وده بيبقى موجود، بس المهم بقى ان انت تبقى الدراسات اللي انت بتشتغل عليها دراسات يعني مديالك التوقعات هيطول جدا. ولكن لما تيجي تحط كده عناوين تقول ايه التحديات اللي قدام القطاع المصرفي خلال هذا العام؟ التحديات اللي قدام القطاع المصرفي اللي قدام السنه دي يعني هو استمرار لمواكبه الطلبات اللي هي بتاعه العملاء على التمويل وعلى التدبير النقد الاجنبي، ان احنا يعني نفضل باستمرار نقدر نلبي الطلبات اللي موجوده، وطبعا ده استنادا للحصائل اللي احنا منتظرينها. ان احنا هنبتدي كمان عندنا تحديات في سداد الالتزامات اللي على الدولة من النقد الاجنبي نتيجة قروض ونتيجة سندات اصدرت وخلافه. ودي احنا على مر تاريخ مصر ما يعني ما حصلش في اي مرحلة مراحل ان حصل تقاعس او يعني تخاذل في سداد الالتزامات دي في توقيتاتها. فيعني دي كلها تحديات بالتأكيد بتقابل الجهاز المصرفي، عشان كده يعني لازم نزود من قدراتنا الانتاجيه وقدرات المؤسسات اللي عامله في الدوله في الصناعه في الزراعه في الانشاءات في التعمير، بحيث ان احنا يبقى فيه باستمرار ضخ موارد. وسعر الفايده مش تحدي؟ سعر الفايده ما هو بالتاكيد سعر الفايده لازم هيتحرك مع التضخم، مع انخفاض نسبه معدل التضخم. و التضخم برضو ده مرتبط، هنرجع تاني بسعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري. يعني كل ما قدرنا نحسن من قوة الجنيه المصري كل ما قدرنا ما يرجعش برضو للرقابة على الأسواق.
الرقابة على الأسواق دي بالتأكيد هي يعني النهاردة اللي احنا بنلاحظه في الأسواق، ان تتحرك الأسعار لفوق الأسواق بتطلع، تتحرك الأسعار لتحت سواء الأسعار النقد الأجنبي أو الدولار ينزل شوية وبتاع الأسعار ما بتنزلش. فده مش شغل بقى لجهاز مصرفي ولا شغل البنك المركزي، ولا ده شغل رقابة على الأسواق. واحنا في مرحله يعني بتبقى المراحل الحساسه مرحلة دي بقى عايزه نوع من الـ من الـ يعني من الحزم والشده شويه. صحيح، الحزم والشده والوعي من قبل التجار والمواطنين والتكاتف. يعني انا بس بتمنى ان هي كلمه الوطنيه اللي احنا بنتكلم نطبقها فعليا وليس قولا. بشكرك على الكلمه دي، ده يعني في ختام حديثنا كلمه في غايه الاهميه، بشكر حضرتك عليها. شكرا جزيلا للاستاذ عمرو طنطاوي العضو المنتدب لبنك مصر ايران، كل سنه وحضرتك طيب وكل القطاع المصرفي بخير. وبشكر حضراتكم ونتقابل على خير يوم الاحد، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد السيد المسيح، كل سنه واحنا كلنا طيبين.